خلينا نرجع بقى للجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده انواعه يا دكتور ولا الجهاز تقسيماته ده ولا ايه؟ دي تقسيماته. انا عرفت حضرتك ان الخلايا العصبيه لا تتجدد، واذا ماتت خلاص ما تتجددش، بس هي بتفنى بالزمن. بتفنى بالزمن، واما نيجي مثلا نعمل اشعه على المريض عنده 70 سنه غير اما نعمل اشعه على المريض عنده 20 سنه، او يعني شخص لو احنا جبنا شخصين طبيعيين عملنا اشعه رنين مغناطيسي لشخص عنده 70 سنه واشعه رنين مغناطيسي لشخص عنده 20 سنه، المخ بينكمش وبيقل حجمه مع السن الكبير. مع السن الكبير هنلاقي هنا المخ انكمش وقل حجمه وزاد كمية السائل النخاعي أو المية اللي حوالين المخ. المخ مش صلب كله. ده وضع طبيعي بداية يا دكتور؟ كل ما ده وضع في سنه ده وضع طبيعي عند ده الخلق كده. كل ما نكبر في السن زيها زي أي حاجة، زي أي حاجة في الجسم. الجلد يعني بيتكرمش، الشعر بيبيض، الظهر بيبيض. يبتدي المخ يقل. المخ يقل، ده عامل الزمن. والمخ يقل في العامل الكبير ده. عشان كده الناس كل ما تكبر مخها بيقل يا دكتور. وليها مرض شهير، يعني ليه مرض شهير اللي اسمه نزيف مزمن تحت الام الجافيه، بيحصل في كبار السن. الله. وده مرض شهير جدا جدا جدا. ده بفعل السن بقى. بفعل ان المخ انكمش. فاصبح في فراغ بين عظام الجمجمه وبين قشره المخ. تمام. يحصل الفراغ دوت ممكن يحصل، بيبقى معدي فيه شرايين او اورده ضئيله جدا او حجمها صغير. ما بيحسش المريض، مثلا ممكن واحد ماشي كبير في السن والكلام ده ممكن يتخبط في ضرفه شباك، في ضرفه باب، او يعني حد من ولاد احفاده بيلعبوا معاه يتخبط خبطه بسيطه جدا، هو ما يدركش انها خبطه فيها مشكله خالص. ويجي لنا المريض بعد شهر يقول انا ابتدي احس مثلا ان عندي تقل في ايد ورجل، او عندي صداع مزمن شديد ما بيروحش، او عندي تقل في الكلام. يعني حضرتك اللي عنده تقل في الكلام او في الايد او خدران او خدلان ما يسكتش؟ ما يسكتش طبعا، لازم يروح ل